ባልቆባቸዋል አሰላህ አላህ ለወደፊት የቱብ عليهم ይመራቸዋል ان الله غفور رحيم الله مهارنا ازاينونا عبد الله بن عباس عسى مثلهم سيفسروا منالو عسى في القران للتحقيق برغط ማለት ነው አሉ عسى الله ለወደፊት ያለው برغط ይመራቸዋል ማለት ነው اسال الله ان يحقق لنا التوبه الله يمارن سلازي كلاتشن صلاه يقوم سوش كزي بحال على ما كون توبتن رمضان مغنانيت اللبن سو منا ما سو كزي بحال ود مثل على ملس وسنا رمضان مقبل ينوربنال راساتشن نمرمرو سنت سو يزاري امت نيا غير ابرص مو نبر زندرو يلم يتهدى عفر تچنوت طباب غرغواد است جبتوال اني انتن الله وفقن بتوبه نصوب وانا ود الله مملس يهن تعلق ور لمقبلو يكبان ان شاء الله رمضان اي تعلق انغدا ميوداتشو يتلايو صالحات الاعمال طرو طرو سراوتش allo يهن انغدا مناستنقدبت الاجتهاد في قراءه القران قرانا بمقرات اجتهاد بمادرك نو لنقبلو ميجبا رمضان يا قران ورنو شهر رمضان هو شهر القرآن رمضان رأس قرآن وردبت ورنو يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من شهر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان كو قران يتورد بتورنو الى الله هدى للناس لسولجوش ممريا يهن زند وبينات من الهدى يقناچو منجد مابراريا يهن زند والفرقان حستن كونت يملياو قران يوردو برمضان الى الله سبحانه وتعالى اذا رمضان قران يورد بتورنو يا قران ورنو قران منا بزابت ورنو إذن فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته عند مسلم بزي رمضان قرآن قاعد تسر مجمر اللبت وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله سلفوك قدمت مسلم عباتو تشاتشن قرآن لي رمضان بتقام يابزو نبر فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان جبريل عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم بيلليت يمتا قرآن يكاراتشو نبرا يقول عبد الله بن عباس كما رواه البخاري بخاري نزقبوت عبد الله بن عباس من الالو وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن جبريل كل يوم ليلة ليلة نبي جاي تجنني فيدارسه القرآن قرآن يا كراتش ونبر كيف يدارسه يدارسه مالت نبي كيف تفت كتلالو جبريل كزيقا الساتشو يكرالو السو يدام تال السو يكرال الساتشو يدام تالو اندي نبر قرآن ميكرالوت كانوا السلف يتفرغون للقرآن قدمت مسلموش رمضان سيقبا قرآن بيتشا لمقرات ليلاون عبادة قراءة تو نبرا وكان الزهري إمام الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام إمام الزهري رمضان سيقا من إلال اندي يهوركو يقرآن مكريانا إطعام الطعام مسكينو تشني ما بيا دهو تشني ما مقبيا ورنو النبر ليلا هون تتوى ده قرآن ملس نبر وقال ابن عبد الحاكم هي إمام مالك درس من إلال كان مالك إذا دخل رمضان إمام مالك رمضان كسيقبا ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم كعلم وشكات كمامتو ميادر قتن مما مار حديث نتوتنا ويقبل على تلاوة القرآن قرآن ودمقرات ملس نبر ما استمرت حديث ليتو تنبر يقرآن ورن قرآن قا نبر ما سلفت وقال عبد الرزاق من إلال سفيان الثوري درس كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن إمام سفيان الثوري رمضان سيقبا ليلاون عبادة قراءة نتونا ود قرآن ملس نبر كالله كتاب قانو كزين متاسلفو دقموم بتام بزو نبر ميكاروت كانوا السلف يكثرون قراءة القرآن بتام بزو نبر ميكاروت تنش على نبرم وكان قتادة يختم في كل سبع دائما إمام القتادة تعلق علم هلم كرمضانج بي سبات كانوا نبر قرآن ما ختمت
وفي رمضان في كل 30 رمضان دمو سيجبا حياون كان بيسوس كانوا يختملو وفي العشر الاواخر في كل ليله دمو عشر الاواخر يمتشرشوا اجتهاد من نادرك بثي متشرشوا 10 كانوا سيكروا دمو بيقانوا يختموا نبر سبحان الله وكان الاسود يقرا القران في كل ليلتين في رمضان اسود تعلق علم بيولت كانوا نبر مي ختمه رمضان لي وكان عثمان امي عجب دمو سيدنا عثمان بن عفان يختم في ليله واحده باند ليله قرانا ختمه يدرو نبر واعجب بت امي جرمو دمو وكان للشافعي في رمضان 60 ختمه امام الشافعي برمضان 60 غزي ختمه نبر 60 غزي انديتنا ما ختمت قلي عندي ختمالو ما تا يسجدوا صلاه لهم عندي ختمالو ب 30 كن 60 غزي ختمالو سبحان الله انديت نبر للقران راساتهم يسوت نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث لي كسوس كم بفيت يا ختم سو قرانو اي ردهم بلوا انا كلكل ادركوتال جن ابن رجب تعلق عالم من الهلال قال ابن رجب انما ورد النهي عن قراءه القران في اقل من 3 على المداومه على ذلك سوى النوار قران كسوس كم بتاش ما ختم ميكلكلو كلهم ستادرغو كرمضان وجم ستادرغو هي كلكل يونه بحال فأمالوا اندي ما كنا في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي طلب فيها ليلة القدر بتلي برمضان سيهون ما قزيوي تلك قزينوا رمضان رمضان سيهون بتلي دكمو ليلة القدر قني بتالت بميت تصبت ليلة سيهون ما ببزاه شقر لهم أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن بتلي دكمو رمضان سيون كغزي انصار دغمو طرو بوتاي سيغبا اند مكه ياله اگر سيغبا كزي ما قران مابزا بيقنو مختم يتوددن وغتناما لفضيله الزمان والمكان يغزيوننا يبوتاون تلقنت اجر كمتكم انصار يلالو وهو قول احمد واسحاق وغيرهما من الائمه عندما امام احمد امام اسحاق كلهم يدقفوا قولنا رمضان للقران مابزا تلبن بنشل بيسوس كانوا ما ختم قال تساكا بيسر كانوا لما ختم متقر اللبن دقمو قرآن سكرا سنكرا يه سلف وجحال زنبلو نقازي تقاد لم نبر ميان ابوت لم يكن من هدي السلف مجرد تلاوته قدمت سلفوچ قران انسيانبو مجند غازيت ازمبلو ادلم نبر ميانبوت وانما كانوا يتاثرون بكلام الله بالله نغغر وسطاچو ينكا نبر ويحركون به القلوب لباتشو ينكساكس نبر قرآن يا الله نقر كلام الرحمن يا الله نقر كونه دبدابيو سبحان الله تمسطو نبر كلب نبر ميا نبوت استمارياتشين نبياتشين صلى الله عليه وسلم بالنايدة ميا عجبال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود من الهلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبيات شندي بلوالون اقرا علي القران انت ابن مسعود اسكي قرانا كربن الون فقلت يا رسول الله انت يا الله ملكتني اقرا عليك وعليك انزل قران بانت توردو بانت لي قرب بحالو اندي قالكواچو قال اني احب ان اسمعك من غيري اني كليلا يا سسمو كليلا سو صدامتو دسلني القربني الون فقرات عليه سوره النساء حتى بلغت الى هذه الايه كسوره النساء مقرات جمر كلاچو كزي هانقص اسكدرسكو درس من الى الانقصو فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا انديت لي هنو كستتو نغرو اسفري نو لياندانو حزب مسكر بامطا نباچو غزي انتن دمو بامته لي مسكار يادرغن بامطا نغزي نغرو انديت لي هنو كزي سدرس قال حسبك الان بك حلن فالتفت الي ودنبي قنابي تملكتك فاذا عيناه تذرفان قلت عيناچو امباي يوردو نبر عليك الصلاه والسلام رسول اندي نبر لباچو من قال القران وقد قرا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر اتشن انكس قرا سوره المطففين اللي قالتون يوم يقوم الناس
لرب العالمين يوم القيامة يسول جوج لألمات كتال فردكم اللو إن كرنا فبكى حتى خر يالك سودكو يزيني هل إنك نبر. يقول المزاحم صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ سفيان الثوري إتشن آياتك الرو إلى يسجدون قرآن مكره تجمروا الحمد جمروا سكروا إياك نعبد وإياك نستعين ملو أنكز ليسي درسوا بكى حتى انقطع قراءته مكراتس كاكو مدرسة تارو كزامو للاي تملسو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ألكسو انباتشو نقراتو سكيكو ردرس اندقنا تملسو إلا اندي نبر لباتشو يتنكا أمي كاروت. سبحان الله. يقول راوي البيهقي من هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت إتشي أنكس بوردش قزيلا لأبو هريرة سنقر أفمن هذا الحديث تعجبون أن أنت بزت شانكس نوندي إما تقر موت وتضحكون ولا تبكون تسك ألاتشو أتالك سوين دي ميلو أنكس سيمتا بكى أهل الصفة. أهل الصفة مبالو بإيكونومي دكا ما يهون صحابو تشالو كنبيو بيت جربا ميكا ما طالو إتشنان كسمو بكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على هدودهم بقنشو تشاتشو.